في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. كشف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي اليوم السبت موعد جاهزية ثلاثي الفريق المصاب محمد محمود وسعد سمير وشريف إكرامي للعودة إلى التدريبات الجماعية. وذكر الموقع الرسمي للنادي نقلا عن الجهاز الطبي أن سعد سمير يحتاج لثلاثة أسابيع من أجل التخلص بشكل نهائي من الإصابة، فيما سيعود محمد محمود للمشاركة بشكل تدريجي في المران الجماعي بعد شهر من الآن. أما شريف إكرامي حارس مرمى الفريق فيحتاج لأسبوعين من أجل العودة للتدريبات، ولم يتحدد بعد موعد عودة كريم ندفيد من الإصابة، حيث لا يزال يؤدي برنامجه التأهيلي تحت إشراف طبيب الفريق خالد محمود، وفي ظل متابعة خاصة لحالته من المدير الفني مارتن لاسارتي. ويواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة فريق اطلع برا بطل جنوب السودان في ذهاب دور 64 من دوري أبطال إفريقيا.